ولمزيد من التفاصيل حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العينين. باسم، بعد التحية ضعنا في تفاصيل اليوم في مهرجان العالم عالمين. تحياتي إليك من مدينة العالمين الجديدة ومهرجان العالم عالمين الذي يأتي في نسخته الأولى ويستمر على مدى 45 يوما وحتى يوم 26 من أغسطس الجاري. نحن الآن في عطلة نهاية الأسبوع، تحديدا يوم الجمعة، وهو اليوم الثاني من الاحتفالات الختامية لهذا الأسبوع للقاءات الفنية و الغنائية على أرينا العالمين، حيث لدينا كان بالأمس لدينا حفل ساهر للفنان مدحت صالح والفنانة ريهام عبد الحكيم، ولدينا اليوم حفل آخر للفنان الكبير حميد الشاعري والفنان الكبير محمد منير أيضا على أرينا العالمين، ولدينا آخر أيام الحفلات الغنائية لهذا الأسبوع غدا السبت مع الفنانة إليسا والفنان تامر عاشور. لدينا زخم كبير وازدحام كبير في الحضور في مدينة العالمين لحضور فعاليات هذا المهرجان، وبالأمس كان هناك تكدس كبير بسبب الحضور ولحضور الحفل، حيث يعني نستطيع أن نقول بأن الحفل كان تحت عنوان كامل العدد، حيث كان العدد مكتمل داخل الأرينا، ولكن الإدارة المختصة بتنظيم الحفل قد وفرت شاشات عرض كبيرة في أرجاء الممشى السياحي لتيسير المشاهدة للمشاهدين أو الجمهور الذين لم يستطيعوا أن يحضروا أو يدخلوا للأرينا. هذا المهرجان يعني لديه زوار كثيرون من المصريين ومن الوطن العربي ومن جنسيات مختلفة، وتتراوح الأنشطة التي تكون في هذا المهرجان ما بين أنشطة رياضية من عروض جوية ومائية وعروض فنية وغنائية وتراثية في أماكن مختلفة بمدينة العالمين في الأرينا وفي المسرح المكشوف بالممشى السياحي. هذه هي أبرز الأحداث في خلال اليوم والأمس وفي الغد بمشيئة الله. إليك. أشكرك شكرا جزيلا باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من العالمين الجديدة.